Okay, now we move to the second objective. ننتقل إلى الهدف الثاني وهو حل التمرين الثاني من كتاب الطالب صفحة 32. To do exercise 2, student 4, page 32. Okay. الآن لدينا الآن تمرين هو صح وخطأ. طبعا هذا السؤال مهم كونه يوجد يعني نفسه ما يقابله في الامتحان، يعني أيضا صح وخطأ. True or if. Read the article. إذن السؤال الثاني يقول اقرأ المقالة and decide وقرر if these sentences إذا كانت هذه الجمل these sentences are true صحيحة T نضع إشارة T صح من إشارة من كلمة true or false أو خاطئة if اختصارا if yes مثلا الجملة الأولى the newspaper is studying the problem of noise in the town الجريدة تدرس مشكلة الضجة في البلدة. هل هي تدرس مشكلة الضجة أم تدرس مشكلة مثلا تلوث؟ أوكي يس. حسب طبعا النص حسب ما جاء في النص يس وفقا للنص. يس نور أحمد تفضل يس نور. نعم أستاذ إف خاطئة. صحيح اف خاطئه يس ثانك يو ثانك يو تمام اذا جمله خاطئه طبعا هي هلا هو كلمه نويز لا يعني في امر يعني لا يعني اذا تكررت الكلمات نفسها كما هي في النص معنى ذلك ان الجمله صحيحه لا انا بدي افهم الجمله اوكي وقارنها بالنص اوكي فاذا كانت معنى هذه الجمله معناها يعني كاملا هو صحيح فالجمله صحيحه تي اما اذا كان المعنى يعني يعني في جزء من الصحة ولكن ليس صحيح 100% هلا هو المشكلة الجريدة تكلمت عن الضجيج لكن المشكلة الأكبر هي إيش التلوث pollution أوكي نعم طيب number two الجملة الثانية yes رقية يونس yes read a sentence and answer it yes رقية اقرأ الجملة ونعم ضعي صح أو خطأ yes في أوري The people they interviewed and happy with traffic in the town. If صحيح. الكلمة الخاطئة happy الصحيحة upset. نعم. أحسنتي تمام برافو أحسنتي. عم بيقول طبعا الجملة الناس the people they interviewed الناس الذين يعني أجروا مقابلة معهم. Interview يعني هي جاي من كلمة interview مقابلة. يعني معنى قابلوهم وأجروا مقابلة معهم are happy سعداء يعني السيد مارتن والسيد وود أوكي قال هنين سعداء يعني with the traffic مع حركة المرور in the town في البلدة بالعكس هنين غير سعداء ويعانون من التلوث ومن الضجيج إلى آخره yes Mr. Mart is number three جملة الثالثة أسماء عوض المارتن بالفيز ناوز إن إز أ بروبلم صح أستاذ برافو أحسنتي صحيح السيد مارتن السيد مارتن مستر مارتن بالليفز يعتقد أن نويز الضجة إز أ بروبلم هي مشكلة يعني هي الضجة هي مشكلة ليس فقط مع السيد مارتن مع كل الأشخاص أوكي هي مشكلة نعم صحيح أ بروبلم يس أوكي نمبر فور الجملة الرابعة أوكي مرام خالد ماستر وود then it is difficult for pedestrians to walk in the city تي صح تي صحيح أحسنتي تمام برافو إذا السيد وود يعتقد things is difficult من الصعب for pedestrians للمشاة to walk ليمشوا in the city في المدينة يعني بسبب الازدحام المروري فهذا أمر صعب أن يمشوا في المدينة صحيح نمبر 5 الجملة الخامسة أسماء محمد نعم أستاذ The newspaper believes that the biggest problem is their ear T صح
صحيح أحسنتي برافو. إذن الجريدة the newspaper leaves الجريدة تعتقد بأن that the biggest problem بأن المشكلة الأكبر is that هو الهواء الملوث أو الهواء نعم المتسق أو الملوث yes. Okay number six الجملة السادسة بتقول the paper believes that their readings can help. تعتقد الصحيفة أن يمكن قراءتها أن يساعدوها صح تي. صحيح أحسنتي تمام بس كلمة readers هي القراء نعم صحيح 100% نعم إذن يمكن الجريدة تعتقد بأن القراء أو القارئين يمكن أن يساعدوا ويمكن أن يساعدوا من خلال اقتراح أن يقدموا اقتراح وهي تنشر الاقتراح أو الحلول في الجريدة نعم تي. إذا نكون أنهينا حل التمرين الثاني أيضا. Okay, now we take assessment question. سؤال تقييم. Choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. Yes, the people they interviewed are happy with traffic in the town. T or F. رأيكم هي الجملة صح ولا خطأ؟ Yes. ممكن جاوب؟ نعم تفضلي. الجواب خطأ أستاذ. صحيح أحسنتي برافو فاطمة إذن F خطأ الناس الذين قابلوهم يقول سعداء بالمرور لا هني ليس سعداء إذن F خطأ صحيح thank you much